السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وافضل حال. دلوقتي انا رايحة لشبيل بلاتس، ودوت شبيل يعني اللعب، او شبيلن يعني يلعب بالالماني، بلاتس يعني مكان، يعني مكان اللعب للاطفال. هنا في المانيا موجود بين كل يعني في كل منطقة سكنية كده بيبقى فيه زي مكان بيبقى فيه ألعاب للأطفال مجاني من غير أي فلوس خالص. فإحنا دلوقتي رايحة بالأولاد يلعبوا، أفرجكم المكان، نمشي مع بعض. دي طبعا زي نافور عليها ميه، شوفوا الورد ده جميل جدا، مش عارفة الكاميرا عشان الشمس فالالوان مش واضحة قوي، الشمس ضربة في الكاميرا. والشجر طبعا منظر الخضرة تحفة. طبعا دي نافورات ميه. طبعا منظر الاشجار تحفه. احنا لسه ماشيين في الطريق كده داخلين على الشبيل بلاتس. اعذروني عشان انا بصور بايدي وماسكه الفاجن او العربيه بتاعت الاولاد وبزقها بيهم، فبتبقى صعب شويه التصوير. المكان تحفه. طبعا الجو النهارده حلو جدا. طبعا ما فيش اجمل من ان انت تتمشى في مكان فيه خضره وحاجات جميله زي كده. شفتوا النبات المتسلق دوت؟ مش عارفه بقى. ايوه كده، مش واضح قوي. شفتوا هنا؟ طبعا بحاول اوضح. شفتوا في ممرات. عمر انزل، امشي يا عمر، انزل خلاص، خلينا ماشي. اوه براها يا عمر، كده اسهل عليا. طبعا احنا كده دخلنا على الشبيل بلاتس. موضوع الشبيل بلاتس دوت بقى ان كل منطقة سكنية كده بيبقى فيها زي ملعب زي كده. هوريكم دلوقتي الالعاب. هو بيبقى في العاب بتبقى مجاني للاطفال مش بفلوس. هم بيهتموا بالاطفال جدا يعني. دي طبعا زي مرجحة مثلا، ان كل طفل بيقعد على ناحية كده. هنا تعال نشوف. هنا في برضو زي كاوتش عجل بتاعنا كده مثلا. و نشوف، حلو قوي. تقريبا بيقعدوا هنا وهي بتتحرك بقى يعني. دي بقى بيتسلقوا عليها. يا رب تكون واضحة، احاول اوضحها. دي زي شبكة كده ما شاء الله. يعني بشوف الاطفال هنا في عمر السنتين وبيطلعوا على الخيوط ديت وبيتسلقوا لحد فوق. يعني هما ما شاء الله معودين اطفالهم على الحاجات دي جدا. يعني الطفل هنا من وهو صغير تلاقيه متعود على الحاجات دي. ندخل قدام شوية في مرجحة اللي هناك دي، بس انا صعب ان انا اصور عشان في اطفال عليها.
وطبعا الاهالي هنا ممكن ما بيحبوش يتصوروا. دي مثلا مرجيحه اهي، سوري مش هقدر اصور اكتر من كده مش الاهالي. عايز تعمل على المرجحه؟ ماشي يا عم. دي بقى زي حاجه بتنزل ميه وبتبقى، تعالي يا عمر، دي بتبقى شكل كده، بتبقى فيها رمله، ودي زي حاجه كده بتنزل ميه، انا مش عارفه اسمها ايه، يعني مثلا بتنزل ميه كده كده، والميه بقى بتنزل طوالي في الاماكن دي كلها وتمشي كده. طبعا في اشكال من هناك بس في اطفال بتلعب فمش هقدر ان انا اصورها، هي كبيره جدا. نيجي بعد كده طبعا الاطفال كتيره جدا في الشبيل بلاتس، فانا مش هقدر ان انا اصورهم عشان طبعا الاهالي. عمر هتلعب في الرمل هنا؟ طب يلا. طبعا في هناك، تعالي يا عمر. في زي بيت كده بيطلعوا فيه الاطفال بيتسلقوا. في هنا دي زي عجلة مدورة كبيرة بتلف برضو، بيقعدوا عليها وتلف. شوف تقيلة جدا. ودي برضو ودي طبعا بيقفوا عليها وبتلف كده. دي طبعا بيبقى مكان منخفض عن اللي احنا فيه، والاطفال بيطلعوا على السلم ويطلعوا فوق كده ويجوا متزحلقين نازلين على الزحليقه دي كده. في ورا مكان للتسلق بتاع الاطفال الصغيرين. سنة يا عمر اما اجيب اخوك. طبعا دلوقتي في ألمانيا أجازة المدارس بدأت من تقريبا النهاردة خلاص الأجازة بدأت، وبقى تلاقي كل الأطفال في الملاعب والشبيل بلاتس بيلعبوا. طبعا بصوا دي مكان ممكن يلعبوا بيه الكرات. هنا بقى زي مكان درج كده بيقعدوا عليه، وبعدين في تسلق، يعني بصوا الحبال كده وعليها دوائر الاطفال بتتمرجح وبتمسك فيها وبيتسلقوا.